أهلين يا ابني، لو تعرف اليوم شو صار. ميرفت جوا؟ إيه جوا، اسمح الخبرية أحلى. ميرفت، شو الموضوع عاصي؟ ليش صوتك عالي؟ مين هذا الشبي اللي كنت قاعدة أنت وياه؟ آه، عاصم ليكون بيقصده. ليش عم تضحكوا يا؟ شفتنا سوا اليوم؟ وأول ما شاف أخته ميرفت قاعدة مع شاب غريب عاصي جن جنانه دغري. شو الموضوع؟ مين هو هالشاب؟ اسمتها يا روحي، طلب إيد أختك من كم يوم ونحن سألنا عنه وعن عيلته، جماعة مناح، ميرفت كتير ارتاحت له. يعني لسه ما نو الموضوع أكيد عاصي، منشوف إذا بيصير نصيب. يتعرف علينا بالبيت؟ ما حلوة تلتقوا هيك برا على عيون الناس ويصيروا يحكوا؟ وين بدي شوفه ونحكي عاصي؟ شوفه بالفضاء؟ يا عليكي. لا هيك كتير بتبعده. يا منيح اللي رؤية صبرتني، شو بعرفني لما شفتك مع واحد غريب جن جناني وعصبته وهي صبرتني. ايه وشو فايت العصبية وشو كانت نتيجتها؟ يمكن كانت رح تطلع روحه للزلمة، ما بتعرفي انتي شو ها؟ وإذا رحنا على المخفر بكفوا علينا الشرطة لأنه حفظونا. خلاص بقى يا. ما خليتني اقول لك الخبر الحلو، فتت دغري معصب على البيت. عاصي اختنا بده يجي يا ولد حلو. عرفوا انه صبي اليوم؟ ايه؟ معناتها منسميه على اسم ابي. ايه وهيك بياخد اسمنا، منناديله باسم ابي اياس، مو حلو؟ ايوه اجتنا قصه جديده، شو بدنا نسمي الولد؟ لك مصيبه شو هيدك ميرفات، مو حلو اسمه؟ ايه وليش ما نناديله باسم ابوك يعني؟ اياس اياس اياس. خلصنا حاج تحكي هيك. لسه طولي بالك لآخر الليل بتطعميني. عمي وصاني على وقت الدواء إنك تاكلي. كلكم بتفهموا كتير. مساء الخير يا جماعة. أهلين يا روحي. أهلا وسهلا كمال. وفيكي بشرتك مرتي ما هيك؟ آه؟ آسيا رح تجيب لي ولد. أي يعني عجيبة؟ مو جبنا ولد قبلكم؟ شو يعني؟ كله مثل بعضه. بس اسمعيني أمي، أنا رح يجيني صبي حلو، فهمتي بقى؟ إن شاء الله يكون بخير. ولحتى الولد يكون بخير هذا ما بيعني إنه تقضيها نوم دائما. آسيا خدي هدول هلأ فضيهم بصحن وجيبيهم يا عمري. يلا. شو هدول؟ بوزة شغل إيد مدللة آسيا بتحبها. شو علي دللها ابني؟ شو علي يعني؟ لأنه رح تجيب لك ولد هلأ بتروح بتجيب له بوزة ومدللة؟ أمي مو معقول هالظلم هاد، شو عليه إذا بيوم دللتها؟ وقفت الشغلة هلأ على البوظة؟